إلى المدينة الحمراء مراكش. أنس طموح هناك، كيف يبدو لك حال الإقبال على صناديق الاقتراع أنس؟ تحية طيبة لك جوهرة. إذن تتواصل عملية تصويت بمكاتب الاقتراع التابعة لمقاطعة المنارة بجهة مراكش. أسفي مرة الآن يعني حوالي ساعتين ونصف على انطلاق عملية التصويت، حيث تم تسجيل ارتفاع ملحوظ لأعداد الناخبين المقبلين على مكاتب الاقتراع الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية، وقد سجل أيضا حضور لافت للنساء والشباب للمشاركة في هذه الاستحقاقات. وحول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف الأستاذ والمحلل السياسي السيد إدريس القريني للتحدث حول أهمية هذه الاستحقاقات بالنسبة لجهة مراكش. أسفي أستاذ إدريس. أهلا وسهلا. طبعا هذه محطة مهمة جدا، خصوصا وأنها تأتي في خضم مجموعة من المستجدات الدستورية التي عززت الخيار الجهوي للمغرب، وأيضا أتاحت مجموعة من الصلاحيات الهامة التي تسمح بتدبير الشأن المحلي. أيضا هناك مستجدات سياسية، هناك أيضا حراك سياسي وحراك حزبي، وبالتالي الرهان كبير على هذه الانتخابات التي لا تسائل الدولة فقط من حيث توفير أجواء النزاهة لكي تمر هذه الانتخابات بصورة تضمن يعني صوت المواطن وتضمن نزاهة هذه الانتخابات، بل أيضا إنها تسائل الأحزاب السياسية من حيث توخي يعني استحضار المستجدات التشريعية في هذا الشأن، وكذلك تزكية الأسماء التي ستكون على قدر من الكفاءة، خصوصا وأن هذا الخيار الجهوي الذي تحدثت عنه منذ البداية يتطلب كفاءات وخبرات في مستوى الانتظارات وفي مستوى التحديات التي تفرضها المرحلة. أستاذ إدريس، بشأن الانتظارات، بالطبع أن هذه الانتخابات سوف تطبع مستقبل الجهة، جهة مراكش. أسفي، كيف تنظرون لمستقبل الجهة في ظل هذه الاستحقاقات الانتخابية؟ كما قلت بأنه الآن هناك مجموعة من المستجدات الدستورية والتشريعية التي تعطي مجموعة من الصلاحيات للجهات وللجماعات، وطبعا هذه الصلاحيات هي بحاجة إلى نخب على مستوى عالي من الكفاءة. وبالتالي مثلا إذا تحدثنا عن جهة مراكش، نحن الآن أمام جهة توسعت من جهة يعني خصوصا على مستوى أن هناك أسف انضافت إلى الجهة، ثم أيضا هناك نحن نعرف مدينة يعني مراكش الآن لها بعد دولي ولها يعني إمكانية مذهلة على مستوى السياحي وعلى مستويات عدة. إذن السؤال المطروح، هل الكفاءات التي ستفرز هذه الانتخابات هل ستكون قادرة على أن تستثمر هذه الإمكانات الجغرافية والإمكانات السياحية والإمكانات البشرية التي تحظى بها هذه الجهة في سبيل تعزيز ما يسمى بالمقاربة التشاركية ودعم التنمية المحلية؟ نعم جوهرة، فقط أذكر يعني أذكر أن الجهة جهة مراكش آسفي هي الجهة رقم 8 في قائمة جهات المغرب، وهي تزغر ب يعني ثروات وإمكانات هائلة اقتصادية وسياحية، كما يبلغ عدد الناخبين هنا نحو 4,550,000، ويبلغ عدد أعضاء الجهة نحو 75 جهة. جوهرة إليك، شكرا جزيلا لك أنس طموح.